لها طرق. الطريق الأول التربية عن طريق الموعظة. أول واعظ من هو؟ من هو الواعظ الأول؟ الواعظ الأول هو الله. إن الله نعما يعظكم به. اقرأوا كتاب كلمة الله، كلمة الله للعم رحمة الله عليه. الله سبحانه وتعالى وعظ آدم من اليوم الأول، والله وعظ نوح، والله وعظ إبراهيم، الله وعظ موسى، الله وعظ عيسى، الله سبحانه وتعالى وعظ نبينا محمد. والله تعالى وعظنا نحن البشر. اقرأوا كلمة الله لكي تجدوا مواعظ الله. أول واعظ هو الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واعظا، أي فرصة كانت تجي حتى فرصة صغيرة كان يشوف الطرف يعظه. هذا منهج إلنا. واحد من ذلك الرجل أظن أنه ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وآله كان على ناقة فأردفني خلفه، كنت أمشي النبي على ناقة فقال لي تعال، فركبت خلف النبي صلى الله عليه وآله فقال لي يا ابن عباس كذا وكذا. المواعظ موجودة في البحار. النبي كان يعظ. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يعظ. الإمام المجتبى حتى في اللحظات الأخيرة من حياته عندما دخل عليه جناده، ما الذي قال له الإمام صلوات الله عليه في تلك الحالة وهو يقذف كبده؟ ولكنه يقول يا جناده استعد لسفرك وهيئ زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. حتى في تلك اللحظات الأخيرة الإمام المجتبى كان يعظ. الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء كان يعظ. كل واحد منا في عائلته يجب أن يكون واعظا، طبعا مو واعظ بالعنف والشد، لا بهدوء. الطفل عندما يقوم بعمل عظه، ما لازم تكون فواصل بين الآباء والأبناء. الأب اللي يضع فواصل بينه وبين أبنائه ما يتمكن يعظ هؤلاء الأبناء. الأب يجب أن يكون أبا ويجب أن يكون صديقا أيضا، يعظ أبنائه، يرشدهم، افعلوا هذا العمل، هذا العمل في صالحكم، هذا العمل ينفعكم. الشيء الأول التربية عن طريق الموعظة. تشوف ابنك قاعد يطالع التلفزيون، قل له ما يخالف تطالع الأفلام الجيدة، ولكن اذكر الله تعالى، اذكر، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، قل سبحان الله شجرة في الجنة. ليش تفوت عمرك؟ تشوفه يريد ينام عظه، قوم صلي ركعتين. عندما تصلي ركعتين، عندما تتوضأ وتصلي ركعتين، يكون محل نومك مسجدا إلى الصباح. واحد يعظ أبنائه، يعظ بناته، مو يتركهم يمشون كما يريدون. في اليوم الأول الابن ما يسمع، في اليوم الثاني ما يسمع، لكن بالنتيجة هذه الموعظة تؤثر. في الآية الكريمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي واحد شفته
عنده عمل خير، وصي بالحق، وصي بالصبر، اصبر. إذا ما يجي للحسينية شفته، ليش ما تجي للحسينية؟ إذا ما يجي للقراية شفته، لماذا لا تأتي إلى القراية؟ يقول ما عندي خلق. انصحه، عظه، هذه طبيعة المؤمن. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.